المجاهد الأكبر ولا اسمه سرقة الورد؟ علاش؟ هو في الأصل رجع صدى للعديد من القراء اللي رأوا أن العنوان القديم لا يناسب المضمون، وأن المضمون أشمل وأكثر، وربما كان فما لبس للعديد من القراء، وأن الكتاب عنده نزعة تاريخية أو سياسية، وهذا هو اللي مش موجود. لذلك بالتشاور مع الناشر رأى الناشر وأنه من الأحسن وأنه نعطي القصة الأولى هي تصبح عنوان المجموعة، لأنها مفتوحة وأكثر معناها عمق في وصف ربما باقي القصص وباقي الشخصيات الموجودة في النص هذا. تفصيل مختلفة جدا، ولكن يجمع بيناتها الإنسان والعلاقات الإنسانية اللي معناها علاقات إنسانية مبنية عن القيم، سواء القيم اللي تنحات ومشات وتحاول العلاقات الناس البشر اللي يعيشوا في المجموعات المجموعة القصيدية أن يرجعوها، قيم العدل، المساواة، الحرية، الحب، المحبة إلى آخره. في هذا ربما الخيط اللي يربط كل المجموعات، ولكن فما قصص، فما نصوص عندها بعد رومانسي، فما نصوص عندها بعد اجتماعي، فما نصوص عندها بعد اجتماعي نقدي إلى آخره. موجود، ولكن كما كنا بكري نقدمه في كما كان فارس بن سويلح يقدم المضمون السياسي، ولكن بنوع من السخرية السوداء، لوتودوريزيون، لو ساركازم، انا لومور نوار، وحاول ان اسخر من الواقع السياسي، ولكن سواء بإثارة الضحك او اضحك عنه بإثارة بالاستمالة الى البكاء، يعني نظرا معناها سوء العلاقات في هذا المجال. بعد ما يقرأوا أتمنى أن تكون معناها فما تفاعل معايا مع الناشر، وأنا مفتوح على كل الآراء، ما عندي حتى عقدة، اللي يعجب واللي ما يعجبوش الكتاب، وأتمنى أنه يكون معناها الكتاب بالانطلاقة متاعه جديدة هذه يكون أكثر انتشار من المرة الأولى، وينال اهتمام، ما نقولش الإعجاب، ولكن على الأقل اهتمام القراء التونسي. هما إصدارات جديدة ولا؟ نخدم ديما نخدم ببطء، كما كنا نحكيو بكري في اللقاء، نخدم ببطء، ولكن المتعة الحقيقية أنه إنسان يكتب ويخمم ناس وأنه باش يوصل للقراء مرة أخرى إن شاء الله.